من أسئلة الكتاب Solve using augmented matrix methods Problem 71 4x1 minus 6x2 equals 8 negative 6x1 plus 9x2 equals negative 10. نبدأ بكتابة الـ augmented matrix 4 مع negative 6 مع 8. السكند إيكويشن تدينا نيجاتيف 6 مع 9 مع نيجاتيف 10. عايزين الفيرست إيليمنت في الفيرست رو يكون ب 1، نقسم كل الفيرست رو على 4 ف 1 أوفر 4 تايمز ار 1 ونعمل ريبليسنج للار 1. ال 4 تقسيم 4 ب 1 نيجاتيف 6 تقسيم 4 يبقى نيجاتيف 3 أوفر 2. ال 4 ال 8 تقسيم 4 ب 2. السكند رو زي ما هو. النيجاتيف 6 اللي تحت ال 1 عايزينها ب 0 فلازم يجي لها 6، فنضرب الفيرست رو في 6. 1 تايمز 6 ب 6 نيجاتيف 3 اوفر 2 تايمز 6 يبقى نيجاتيف 9، وال 2 تايمز 6 ب 12. الفيرست رو مغيرناش في شيء ف 1 نيجاتيف 3 اوفر 2 6 مع نيجاتيف 6 ب 0 نيجاتيف 9 مع 9 ب 0 12 مع نيجاتيف 10 ب 2. استنتجنا استنتاج جميل ان 0 equals 2 نكتب عنه inconsistent غير مقبول وبالتالي no solution. ليه no solution؟ لأن the two lines are parallel، وطالما parallel يعني no intersection. لما يكون عندنا inconsistency معنى كده أن two lines are parallel مفيش intersection. عايزين نتأكد نكتب two equations مرة تاني 4x1 minus 6x2 equals 8. 4x1 minus 6x2 equals 8. معنى كده ان 6x2 تروح right side هتبقى 4x1 minus 8. إذن السلوب اللي هو 4 over 6 يعني 2/3. ده الفيرست ايكويشن. هنلاقي ان السكند ايكويشن ليها نفس الاسلوب نيجاتيف 6x1 بلس 9x2 ايكوالز نيجاتيف 10. يبقى 9x2 ايكوالز 6x1 ماينس 10. اذا الاسلوب ايكوالز 6 اوفر 9 يعني ايضا 2 اوفر 3. يبقى الـ two lines have same slope وبالتالي they are parallel وبالتالي no intersection وبالتالي no solution. وده السبب اللي طلع لي inconsistency.